يا باشا الحاجه دي مش بتاعتي، كل ده اشاعات، اشاعات عشان انا اتشهر. طب يا باشا بالعقل، في حد مدمن كده؟ المدمن ده معروف قد كده اهو. انا مدمنه محاشي، بسبوسه بالبندق، كنافه باللوز. الله ينتقم منك يا فخر انت وسيد، الله يخرب بيوتكم حق جهنمي. تمام قوي كده، برافو عليك يا سيد. البوليس شكله حقيقي بجد. لا هو مش شكله، هو بوليس حقيقي. ما انا بلغت البوليس عشان اسبك الموضوع خالص. يا نهار اسود، بلغت البوليس؟ ما تهتي يا ريتاش، في ايه؟ كده كده لو البوليس مسكها هيلاقي معاك اكياس العجوه اللي احنا حاطينها، يعني اخرها يوم لا مؤاخذه وتطلع. ده بالعكس بقى، ده الواد سيد كده سبكها صح عشان يبقى الموضوع متصدق. لا ولسه كيفك كمان، اكياس العجوه كلتها وحطيت لهم مخدرات بجد عشان الموضوع يبقى مسبوك خالص. الله يخرب بيتك يا سيد. انا مش فاهم يا جماعه ايه المشكله يعني؟ ما البوليس لما يلاقي معاها المخدرات هيحبسها بجد. تصدقوا فعلا دي مشكله. طب ايه الحل؟ انا عندي الحل. ايه؟ انا عندي. امسك بس الباب بسرعه عشان نطلع وراها ونقول لهم الحقيقه. نقول لهم ان اختنا ايه؟ ايه؟ هي اللي معاها الحاجه. ايه ده؟ تمام، امسك معايا عشان نظبط، عشان ما يضربوناش طلقه في المرايه ولا حاجه. امسك يا سيد. لا 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 ما تخافش يا ابني، ما تخافش، ما فيش حاجه، ما فيش حاجه يا سيد. ما تخافش يا سيد، يلا ما تخافش. يا انا هعدمك النهارده. طب وبعدين هنعمل ايه في المشكله اللي انتوا ورطتونا فيها دي؟ مين احنا؟ مش انتوا اللي قلتولي يلا نعمل فيلم؟ عندك حق، ازاي نعمل فيلم؟ حرام، دي مصيبه نعمل فيلم. واحنا برضو اللي بلغنا عن اختك ولبسناها 25 سنه في السجن. بس بقى يا فخر، خلينا نشوف هنعمل ايه. انا رايي نكمل الفيلم. نكمله ازاي والبطله محبوسه؟ مش مهم، نغيرها زي في ليالي الحلميه كده لما جابوا الهام شاهين مكان اسرار الحكيم. صح، وفي زيزينيا برضو عملوا كده، جابوا هالة صدقي مكان اسرار الحكيم. خلاص يبقى نجيب اسرار الحكيم، اكيد زعلانه جدا ان هم بيغيروها كل مره. لا لازم نجيب واحده شبه اختك. لا واحدة شبهها دي صعبة، احنا ممكن نجيب حاجة شبهها. طب احنا كده لازم نجيب سوبر ستار يا جماعة. زي مين يعني؟ ياسمين صبري، هند صبري، سمير صبري، رحيل صبري. لا 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 بص، مش عشان تعمل ذكي زينا وتقعد تفكر كده فترزع أي اسم. أولاً اسمه صبري رحيل، ثانياً ده لعيب كورة، إزاي يمثل؟ ويعني سمير صبري اللي كان هيعمل دور أختك عادي؟ سمير صبري مبدع يعمل أي حاجة. يا جماعة بقى اسكتوا. احنا لازم نجيب سوبر ستار زي مثلاً هيفاء وهبي. ايوه ايوه هيفاء، صح والله العظيم مش شغاله خالص. انا هترفع هيفاء. غلبانه غلبانه يا بنت الحلال. هيفاء اهدوا في ايه؟ خلاص انت مالك متصرب عليها كده ليه؟ لا انا عشان بس هي غلبانه ومش شغاله اليومين دول ولايقه على دراما الفيلم اللي احنا مش عارفينه ايه اصلا. طب اقول لك على حاجه؟ مفيش هيفاء وهبي. الحق يا فخر، بتقول مفيش هيفاء يا فخر. انا يا يحيى اتخانق يا فخر. مفيش هيفاء يا يحيى. مفيش هيفاء يا فخر. الحق يا ريتاش الواد هيموت مني يا ريتاش. عندي هيموت مني. خلاص ادوني فرصه افكر. يا هتفكر؟ انا هفكر. موافقه موافقه، اتنيلوا.